الاخوان، موضوع ديال الفلوس هذا موضوع اللي تركب، هذا واحد الموضوع اللي فيه مغالطات كبيره. السيده في واحد لما مشينا اقترحنا عليها انها غادي تمشي تسكن في بلاصه اخرى، من بين الحوايج اللي تحجات بهم هو موضوع البني. قالت لك انا كي غادي ندير البني، قلنا لها يا ودي انت غاقبلي بعدا، ومن بعدها نشوفوا جمعيه الديبوات ولا نشوفوا دوك الناس ديال 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 الاداره ديال الاوقاف، ولا نشوفوا شي جهه معينه اللي تشوف كيفاش دير التعاون معاك. صينو الا لا راه الا بقيتي نتعنت بزاف راه هذا مشكل. يعني هاد الناس هادو ربما يعني ربما داروا شي فتوى، دخلوا من هذا الباب يمكن الله اعلم، ولكن ما كاين لا 6 مليون لا 10 مليون لا 14 مليون. انا تنقولها لكم وتنقولها لدوك اعضاء الله، وتنقول لهم بيني وبينكم المحكمه، ما كاين لا 10 لا 6 لا مليون. واش الا عطاك شي واحد شي حاجه غيتخبع؟ لا، ولا عطانا شي واحد يجي، الا عطانا شي واحد احنا موجودين، وملي غنمشيو للمحكمه يجي لا يشهد معاك يوقف معاك يقول لك انا عطيتك وعطيته وهذا الدليل. واش حنا في غابه؟ واش كاين شي واحد تيرمي فلوس؟ والفلوس كتعطى عباد الله لكم بغاو يعطوا 4000 ريال هما تيتصوروا معاها وتيديروا بها الحلقه بلا تا ريال، جاو تجيب واحد على رجليها ما بقاها لا عطاوا الفلوس، خصهم يجيبوا الدقائقيه والغياطه ويتصوروا معاها وهلوا مجره، ما بقاها يعطيوها 6 مليون يعطيوها 10 مليون، شكون دابا اللي يعطيك تا ريال؟ ما هاد الهضره هضره خاويه، ما كاينش منها نهائيا بتاتا. عقار بالنسبه لموضوع العقار ماشي ديالها. حنا فاش مشينا قلبنا ومشينا درنا الاتصالات ديالنا مع اطراف النزاع، لان الشهر الاول حتى حنا كنا غاديين غالطين، عند بالنا هي اللي كتستغل هي المستغله الحقيقيه، ولكن فاش وصلنا للمعقول وصلنا يعني لهذا لقينا هي ماشي هي المستغل الحقيقي، لقينا هي كانت خدامه عند واحد السيد تما، كانت خدامه وكانت مقابله لواحد السيد، وهذاك السيد دار تراجع او لا تنازل او لا رد، المهم في اطار شي اتفاق او لا شي حاجه بينه وبين الاوقاف، رد ديك الارض للاوقاف، وهي بقات فوق منها. يعني كان سكنها كانت مخدمه عنده ولا مقابله له ولا الله اعلم، كانت خدامه عندهم قد تما. انا براسي قلتها لها قالت لي ايه، وقلت لها خصو يعوضك، قالت لي ما نقدرش نقولها له، ما نقدرش نتابعه، ما نقدر حتى شي حاجه. ايوا ما تقدريش، احنا ما عندنا حتى شي مشكل، احنا اصلا ذاك السيد ما نعرفوش، يعني اللي ما عندنا به حتى شي علاقه، ما عندنا حتى مشكل. احنا تدخلنا مع السيده يعني تعاطفنا معها تعاطف انساني لا اقل ولا اكثر، هذا هو الموضوع. 6 مليون 10 مليون 20 مليون هذه هضره خاويه، حنا في البلاد هذه غير اللي ناض كلمه جوج يقول لك 20 مليون 30 مليون 40 مليون، الشاشه عندنا كطيح واقيلا بالفلوس ب 4000 ولا بهذا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اتمان الاكملان الحبيب المصطفى وعلى اله وصحبه اجمعين. فهاد اليوم ان شاء الله الرحمن الرحيم بغيت ندير واحد التوضيح حول هاد الزوبعه الكلاميه، هاد اللغط وهاد الزوبعه اللي صدرات من بعد ما تم الافراغ ديال السيده اللي تم افراغها من طرف وزاره الاوقاف والشؤون الاسلاميه يوم الاثنين من الاسبوع اللي داز. هذا الموضوع هذا بغيت نشرح لكم نوع التدخل ديالنا في هذا الملف هذا كيفاش كان. هاد السيده هذه كان عندها الافراغ الاول ما حضرناش فيه، حنا حضرت فيه الجمعيه ديال الديبوات، الجمعيه اللي عندها الديبوات والاراضي الفلاحيه. فالافراغ الثاني جاوا عندنا الناس ديال الديبوات قالوا لنا التحقوا بهم نتضامنوا معاهم، راه وزاره الاوقاف بغات تفرغ هاد السيده هذه ظلما وعدوانا. تعاطفنا معها انسانيا، تعاطفنا معها كحاله انسانيه اجتماعيه، ومشينا اول مره غادي نشوفوا هذا المحل، غادي نشوفوا هذه السيده، لان جزء في واحد اللي سمعت قالت بان جيت قدمت لنفسي ك من طرف وزاره الاوقاف او مشي من طرف شي وزاره اخرى. ابدا، اول مره مشينا عندها لقينا الجندارم واقفين عليها. اول مره كنا غادي ما عرفناش الطريق، انا كنسولوا بيناتنا وكان التليفون دوز من هنا دوز من ليه باش ويلا وصلنا للمحل ديالها. وصلنا للمحل ديالها لقينا الجندار دايرين عليها، لقينا الجندار، لقينا السيمي، لقينا يعني واحد يعني الحاله راكم عارفين والسلطات المحليه على اساس الهدم ديال هذا المنزل هذا. فكان التدخل ديالنا انا ذاك في ديك اللحظه، وقمنا بواحد مجموعه ديال الاتصالات، وقمنا بالتدخل ديالنا بطبيعه الحال، وقمنا بالاتصال ديالنا مع داك لاجودان ديال الجدرميه في ديك اللحظه، مع السيد القائد اللي تيمثل بالسلطه المحليه تما، مع مجموعه ديال وفي التليفون وكذلك مع ناس اخرين، مع المفوض اللي جاي. يعني فتحنا واحد النقاش طويل، هذا النقاش تقريبا دام واحد 4 ديال الساعات وحنا واقفين تما، وحنا تحت تهديد،
وفي ديك اللحظه كان ممكن لو ان كان اصرار من طرف السلطات المحليه وما عندهم حكم قضائي يعني بالتفريغ ديك السيده، كون كان اصرار ديالهم على التفريغ ديالها كنا مشينا للحبس بطبيعه الحال. ورغم ذلك كحاله انسانيه قلنا ما يمكنش نسمحوا فيها، ما يمكنش نخليوها عرضه لهذا الحكم القضائي كما بغى يكون نوعه مزيان. طلبنا من دوك الناس انهم ما يفرغوش لديك السيده، يعطيونا فرصه فين نحاولوا نتدخلوا، فين نحاولوا كتنسيقيه تتشاغل في الملف ديال التمليك، كتنسيقيه كتحضر في جميع الاجتماعات ديال اللجنه ديال التتبع ديال الملف ديال التمليك على مستوى العماله في مدينه مكناس. قلنا طلبنا من السلطات المحليه تما ومن الاخوان من السيد المفيد ومن الناس ديال لي جوندار على انهم يعطيونا فرصه. وفي الاتصالات اللي درنا بطبيعه الحال التليفون مع باقي اطراف النزاع، فعطاونا الشهر، قالوا لنا شهر وسيمانه ولا 10 ايام غادي عاودوا يرجعوا. فهذاك الشهر و10 ايام كانت عندنا واحد الفكره ديال اننا خصنا نمشيو نديروا واحد التدخل ولا نديروا واحد المحاولات من اجل ابطال هذاك الحكم، من اجل توقيف هذاك الافراط، الشيء اللي ما توصلنالوش بطبيعه الحال. درنا مجموعه ديال المحاولات وما توصلناش لذلك. علاش؟ لقينا بلي هذاك الحكم نهائي ما يمكن ليهش يتلغى، ها الاولى. ثانيا ان الوضع القانوني ديال ديك السيده تما ما كنا في الاول كتسحبنا حنا هي مستغله، هذا هو الميساج اللي كان عندنا. فمنين قلبنا لقينا بلا السيده غير كانت يعني تتقابل البقر او لا كتقابل يعني تما يعني عساسه او لا عساسه عند خدام عند شي واحد اللي هو اللي كان تيستغل ديك الارض كامله، وفي اطار شي اتفاق بينه وبين الاوقاف رد الارض لوزاره الاوقاف والسيده بقات تما، والسيده يعني مازالت تما. هذا هو علاش ولات تيجيها الافراغ وجاوا باش يفرغوها وجاوا باش هذا. اذا فحتى الوضع القانوني ما معاولناش، ماشي هي المستغل الاصلي، ماشي هي المستغل الحقيقي ديال ديك البقعه. ما علينا، يعني في ظل هذا الشهر و10 ايام ولا شهر ونص تقريبا مشينا غير في الهضره على الطريقه ديال الابطال، خص هذا الشيء خصو يوقف، هذا الشيء ما خصوش يبقى الى اخره. درنا مجموعه ديال الاتصالات، مجموعه ديال مع اطراف النزاع، مع اطراف هذه الاتفاقيه، مع هذا ما وصلناش الحل. جاء الافراغ الثالث، حنا يعني حضرنا واحد ما حضرناش فيه، الثاني حضرنا فيه، جاء الافراغ الثالث. الافراغ الثالث وكذلك مره اخرى تيتصلوا بنا الناس ديال الجمعيه ديال الديبوات، رئيس جمعيه النور المستودعات والديبوات الارض الفلاحيه. مشينا عاوتاني تنجريو تما، لقينا ما يزيد على واحد 50 او 60 ديال الناس ديال الجندارم زائد السيمي زائد الى اخره، كان يعني الناس جايين عوالين على الافراغ باي طريقه، يعني فرغوها باي طريقه. فتضامنا معها مره اخرى ودرناها كما تيقولوا المغاربه في الشباد الاخر، وما خلينا ما درنا، ولدرجه اننا وصلنا في التصعيد، وصلنا يعني في النقاش ديالنا في واحد الشديه قطع لك مع السلطات المحليه في واحد الساعه المكانه كانت خطيره، لدرجه كنا كنشوفوا راسنا رجل هنا ورجل في الحبس. علاش؟ لان احنا هذيك السيده تعاطفنا معها اجتماعيا وانسانيا بغض النظر على الوضع القانوني ديالها وبغض النظر على مجموعه ديال الاعتبارات. ماشي مشكل. من بعد واحد المجموعه ديال الاتصالات درناها بالتليفون وتما وغيرها الى اخره، وتدخل ديال مجموعه ديال الاخوان، ومن بعد يعني واحد 6 ساعات على ما اعتقد وصلنا الحل ديال ان عاوتاني غادي يعطيونا فرصه اخرى. هذيك الفرصه الاخرى اللي عطاونا كنا مباشره جينا هنايا اجتمعنا وقلنا يعني هذا الافراغ كاين هذيك السيده غيفرغوها، اذا شنو هو الحل؟ خصنا نقلبوا لها على شي حل، نشوفوا شي حل لهذيك السيده فين اما شي حل ديال التعويض ديالها، يتم التعويض ديال ديك السيده. مشينا بهذا الخطاب هذا، قلنا نديروا هذه الوساطه هذه، مشينا طرقنا الباب ديال اداره الاوقاف بحكم انها هي يعني المباشر في هذه القضيه وهي الاولى، وكاين طبيعه الحال جمعيه ديال الديبوات بحكم حتى هما عندهم اطار قانوني وعندهم يعني مسائلهم القانونيه المضبوطه. يعني بالنسبه لهم حتى هما هضرنا معاهم في هذا الموضوع، ولكن في الاول مشينا على الاوقاف، رغبنا يعني باش ما نهضروش في الحيزيات كامله ونضيعوا الوقت. هضرنا مع السيد النظير مشكور، مشينا له تقريبا حنا واحد 10 او 12 ديال الناس، رغبناه زوقناه، قال لك ودينا عندي حكم، حنا عندنا حكم قضائي وتقولوا لنا ما تفرغوش ديك السيده، راه ما يمكنش، راه عندنا حكم قضائي. حنا بالنسبه لي انا ما عندي ما ندير، بالنسبه لي انا ما عندي ما ندير بهذا النقاش هذا. رغبناه وزوقنا فيه وقلنا له الله يجازيك بخير، تعامل معنا، شوف معنا نظرا للعلاقه اللي كاينه داخل اللجنه، ونظرا يعني المسار ديال الملف، وطلبناه يعني نظرا للمسار ديال الملف انه يحاول يساهم معنا بشي حل. فقال لنا نزولا عند الرغبه ديالكم انتوما يعني الناس العاديين، انتوما كتنسيقيه، انتوما كسكان، انا يعني والاخوان يعني وكاداره
هذيك السيده كاين واحد الارض مساحه كبيره فيها اكثر من قطار وهي جايه الوسط. قال لك اودي باش حنا الاداره الوزاره يعني هذه الاداره تصرف الارض ديالها كيف ما بغات غتكحزوها للجهه ديال سيرو كاينين الكواره في الجنب. قال لك غتكحزوها للجهه الكواره وداكش العبار اللي عندها ديك العبار ديال الدار اللي عندها ديروا جهه الكواره ودير شي حوش هكا قدامها واحد شي شويه وتسكن تما وتستقر تما حتى يتلقى شي حل هذاك الكواره اللي كاين تما وهذا يتم التسويه يعني الى حين التسويه. فللاسف فاش مشينا لعندها باش نبلغوها بهذا الخبر ديال انها تمشي لانها تحاول يعني تهدا تسكن تما السيده ما بغات شيء صراحه. قالت لك انا ما يمكنش ليا نسكن هنايا هاد موالي الكواري اللي هنا ما كيحترموني شاي هاد الناس هادو ما تيحترموش انا ما بقاش ساكنه هنايا. ايوا شنو هو الحل الشريفه؟ قالت لك انا خصني نمشي بحالي. قلت لها الشريفه خصني نتحيد من هنايا خصني تعويض. قلت لها الشريف قلنا لها الشريفه الله يجازيك بخير الحلول راها قليله بزاف حسب على راس يعني راها قليله يعني راه ما يمكنش تبقى متعنته واللهم تسكني هنا ولا تبقي تابعه شي حاجه اخرى اللي تصدقي يعني راه. قالت لك انا ما يمكنش ليا نسكن هنايا نهائيا خاصني ومن بعد ما ماشي شويه طلع يعني هضرت معاها بشويه بعدا قالت لي انا نتشاور ونشوف. غبرت عليها شي سيمانه هكا مشينا شي سيمانه ولا تتصل قالت لي راه ما عندناش الطريق مشينا باش نشوفوا هذا الطريق لقينا الطريق كاينه. قلت لها ومال هذا الطريق هذه علاش الناس يدخلوا انت ما تدخليش؟ قالت لك لا انا ما ندوش قدام ولا الكواره ما كيحترمونيش ما كذا الى اخره. قلنا لها الشريفه هذا الموضوع هذا راه كتضيقي على راسك الدائره ديال الحلول وديال الاختيارات. حاولي ما امكن انك تستافدي بطريقه اللي بسيطه واللي ما تدخلناش في شي صراعات واللي لا قدر الله شي نهار هنايا توقع شي واقعه اكثر من هذا الشيء ونصدقوا معتقلين ونمشيو كاملين. قالت لي انا شوفوا لي شي حل انا شوفوا لي هذا. قلت لها احنا نحاولوا والا قدرنا الى قدرت هذه الاداره الاوقاف ولا غيرها من الادارات من الاطراف اللي نزل لنا حنا التدخل ديالنا كان مع اطراف النزاع. ما كاينش شي طرف دقينا عليه من خارج يعني اطراف النزاع. هضرت مع السيد رئيس جمعيه ديال الديبوات قلت له السيد الرئيس واش كاينه شي امكانيه ديالكم نتوما ديال المساعده ديال هذه السيده ديال تونكاجاو في هذا الحل مع السيده هذه تونكاجاو في شي تخريجه في شي فتوى باش نفكوا هذه السيده هذه. راه هذا المشكل هذا غيخلق لنا شي مشكل راه شي نهار غتوقع شي تدخل غتوقع اما غيفرغوها بشي طريقه ما غنحسوش وما غنعيقوش ويحيدوها وغادي تضيع وبالتقلا ديال حب الملوك واما غادي نمشيو فعلا وغادي يتم الافراغ ديالها وغادي يتم اعتقالنا حتى حنا. قلت له خصنا نسلو الشكه بلادم. قال لك اودي انا ما عنديش كيفاش ندير حاليا ما عنديش يعني باش نساهموا مع شي مساهم اللهم انها غتبقى تما وحنا غندافعوا عليها وغادي نديروا وغادي نديروا. ومن طبيعه الحال من بعد ذاك الشيء مشينا لواحد القاعه ديال الاميرات هنايا في هذا كانوا مجموعه ديال البرلمانيين تما كان لقاء تواصلي واللي كنديروا بالترخيص القانوني هي جمعيه ديال الديبوات ولقينا هذه السيده تما لقينا واحد كاين عندها تواصل مع الناس تواصل مع البرلمانيين قلنا الامور راه غدا مزيان. من بعد عاوتاني يعني من بعد واحد ثلاث شهور او هذا كان لقاء تواصلي كان لقاء اخر لقاء دار في لاتوران عند واحد السيد من عضو من اعضاء ديال هذه الجمعيه ديال الديبوات دار لقاء تما اخر فمشينا تلقاوها عاوتاني تما لقيناها عاوتاني تما يعني استدعوها الناس ديال الديبوات مادام كاين ذاك التواصل الناس متحملين الملف لان اللي متحملين الملف بشكل مباشر واللي تيهمهم الملف اكثر منا حنا هو جمعيه ديال الديبوات لان هي تابعه لهم هما اللي عندهم الاراضي ديالهم اللي عندهم المستودعات هما اللي عندهم الاراضي الفلاحيه. فالاخوان ديال الجمعيه طلبوا منا باش نتضامنوا معاهم في هذا الملف وتضامنا معاهم على حسب المستطاع ديالنا وعلى حسب القدرات ديالنا. الادعاءات ديال هذه السيده هي ادعاءات واهيه. الناس اللي مشاو مع كامل الاسف بغاو يستغلوا هذه الازمه وبغاو يستغلوا هذه السيده وعطاوها مجموعه من المغالطات وبغاو وحولوها القضيه ضدنا وعطاهم وحاولوا يخليوها انها تهاجمني شخصيا تهاجمني باسمي وغيروا لها مجموعه ديال المعطيات وعمروا لها راسها يعني بمغالطات كبيره. فهادو ناس عندنا معاهم مشاكل عندنا معاهم صراعات يعني ناس كانوا تيعتبروا راسهم السيد اللي مشى لتما واللي دار هادشي كله حنا عرفناه تنعرفوه وتيعتبر راسو هو الشيخ ديال سيدي بوزكري هو المريد ديال سيدي بوزكري هو المعلم ديال سيدي بوزكري وكان في التمليك من طبيعه الحال ولما يعني
عزلنا راسنا خرجنا من عندهم بعدنا على بعدنا على 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 المقر ديالهم اللي هو الان حاليا هو مقر ديال تيار سياسي معروف. خرجنا من ذاك المكان، هاد الناس هاد السيد وهاد الناس اللي معاه يعني ما بقى عندهم حتى شي شغل ما عدا انهم يهاجمونا وما عدا انهم يبنيو لنا المكائد والمصائد. وهاد الناس هادو يعني لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، حنا ديك السيده مشينا تصدمنا معاها قلبا وقالبا، ما كاين حتى شي حاجه من الادعاءات ديالها. وهذوك الناس اللي تحرضوها اولا ليهم الله، وثانيا كاينه متابعه قضائيه. ويقول وديك السيده بدل ما كانوا يقولوا لها هاد قوه الهضره وهاد اللغط وهاد الخوى الخاوي، كانوا يقولوا لها سير للمحكمه. إذا كاين شي واحد دار لك شي حاجه سير للمحكمه. وانا تنقول لك من هذا المنبر سير للمحكمه، وإلا مشيتي لاش انت راه غادي لهنا، راه مشيت لهنا. واجي للمحكمه وقولي اللي بغيتي. وهذوك اللي مشاو حرضوها واللي مشاو قالوا لها قراوا هاد القريه العوجه، غادي يجيو تاهم للمحكمه وغادي ان شاء الله الرحمن الرحيم وغتكون كلمه الفصل من يعني في المحكمه. وشكرا وشكرا للجميع.